هنا ببلدية تولال على المنحة المخصصة لفريق النادي الرياضي البلدي لتولال الذي ينشط في القسم الثاني هوات، بمعنى أنه كيمشي الناظور 3 مرات، كيمشي للشمال 4 مرات، زيد على ذلك قرسيف وتزا وتونات، زيد على ذلك العريش والقصر الكبير، وخصصت ما مبلغه 18 مليون سنتيم لفريق في العصبة ديال فاس مكناس الذي ينشط على صعيد الإقليم، وذلك 18 مليون، وأنه لا زال لم يجري أي مقابلة، ولا زالت البرمجة لم توضع، ولا زال حتى الجروب ديال الفرق شحال غادي يكون الجروب ما كاينش. هذا مجيء. احنا الفريق ديالنا احنا غادي نجريو هاد السيمانة الدورة 11. شحال تخصصت الفريق نتاع بلدية تولال؟ الفريق ديال بلدية تولال تخصصت له 20,000 درهم ديال السنتيم. 20,000 درهم ديال السنتيم، 20,000 درهم يعني 2 مليون السنتيم. 2 مليون السنتيم، بمعنى ان الفريق، باش ان المشاهدين يفهموا، بمعنى ان الفريق اللي كيمارس في واحد الرتبه، في الرتبه كبيره، اقل من الفريق اللي كيمارس في العصبه ديال فاس مكناس، اللي هو كيمارس اقل باقل المصاريف، يمارس بتسعود الخطرات اقل من 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 الصغير. المشكل اللي كاين ثاني هو ان الملعب تقام مليار سنتيم، وراه جالس قطعوا علينا الماء والضوء، وما كيتسقاش هذاك الملعب، وراه كيتكرفس واحد الحلال يرتا ليها. اللي كاين ثاني هو انه حنا كنلعبوا او يكلوا، بمعنى بدون جمهور، وكان كل مقابله كنلقاو اكراهات غير مع الجمهور اللي كينقز من فوق السور، لان السور ما كيرقاش لذاك الملعب باش يدار مقابله او يكلوا. ثالثا هو انه الدراري مقطوع عليهم الماء والضوء والحمام، باش يدوشوا الفراقي اللي كيجيو، اولا العايبيه اللي كيترينيو. دوزنا واحد التكرفيس في هذه شهرين ديال البرد، دوزنا واحد التكرفيس اللي ولا بد منه، كيترينيو الدراري في الشتاء وفي هذا، كيمشيو بالحاله ديالهم مكرفصه حتى لديورهم باش يدوشوا. وحنا فين ما مشيتي ما يمكنش تمشي لشي ملعب اخر وتلقاه كفس من ديالنا، كفس ملعب وكفس الاستيرات وكفس الاستيرات وكفس الحالة، وإدارة ما عندناش في الملعب، ما كاينش لا حاسب ولا رقيب، لا اللي قابل ولا اللي يرخص لشي حد يدخل. بالنسبة لواحد السؤال، بالنسبة تواصلتوا مع السلطات، مع المسؤولين، تواصلتوا معهم، شنو رد الفعل ديالهم واللي جعلكم أنكم تديروا هذه الوقفة الاحتجاجية؟ يعني ما تجاوبوش معكم أو لا العكس؟ الرد الفعل ديالهم هما زادوا كملوا لك بالمنحة،
دازت الدوره عطاو للفرقه الصغيره 18 مليون وعطاو للفرقه الكبيره 2 مليون وقالوا لك دابا سير ذبح راسك ولا قتل راسك زعما راه المزيج السيد والفتيه وحنا راه درنا اللي بغينا ودخلت السياسه ودخلت حوايج اخرى المحسوبيه والزبونيه وهما داروا اللي بغاو زعما راه حنا بغيتو تلعبوا لعبوا ما بغيتوش تلعبوا نطحوا راسكم مع الحيط والسلام عليكم. دابا بمعنى النادي البلدي اللي تولان اللي تيمارس في القسم الوطني الثاني هوات واللي يعني حنا تنعرفوا العدد الكبير ديال الفرق اللي من خارج لازم هذا ما فيهش شك لان واحد العام راه دخلت الزبونيه عاوتاني من الحسوبيه وهذا وعطاونا 10000 ديال الدرهم وما قبلناهاش وردينا لهم وكان درت استجواب مع السي محافرني اللي كيمثل الهوات ديك الوقت وقال لي واش 10000 درهم كتقولها بصح قلت له ودي 10000 درهم قولها وعمر بها فمك وهي هذه تانا غادي نعاودها لك راه 20000 درهم قولها وعمر بها فمك. السلطات المختصه والسلطات المراقبه ديال الجماعات المحليه تاخذ بعين الاعتبار هذا التصريح اللي كنديروه وهذه الوقفه الاحتجاجيه ونتمنى الله يكون كل شيء بخير وعلى خير والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.